إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وسواه وأعطاه الصورة، فهو أعلم تبارك وتعالى بمكوناته، وأعلم بمصالحه ومفاسده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله تبارك وتعالى لم يترك الإنسان في مهب رياح الهوى، ولم يخلقه سدى، بل وضع له نظاما في الحياة لينجو من المفاسد وليفوز ويظفر بالمصالح. الإنسان نفسه تحب ما يفسدها وتبغض عما أو ما يصلحها لقلة معرفتها، لقلة علمها بمواضع المصلحة والمفسدة. لو تركت وهواها لأوقعت الإنسان في المهالك. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو تركت وما تريد لأوقعت صاحبها في الهلاك، ولأوبقته ولجعلته يخسر في هذه الدار وفي دار الآخرة. ولكن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أنزل الكتب وأرسل الرسل ليرشد هذا الإنسان، ليهدي هذا العنصر، ليدله على مواقع المصلحة ومواقع المفسدة.
ولهذا كانت الكتب المنزلة من السماء وكانت الرسل المرسلة من السماء كانت هي ضمان فلاح الإنسان وسعادته في الدارين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعكم ووافقكم في هواكم وما تريدون لوقعتم في العنت، لوقعتم في المشقة والحرج، ولكن الله تبارك وتعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، تلك هي المصلحة، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وتلك هي المفسدة. الله تبارك وتعالى شرع شرائع ووضع الأنظمة للأفراد والمجتمعات والدول والأسر لإخراج هذا المخلوق من العنت ومن المشقة وإرشاده إلى الصلاح وإلى السعادة في الدارين. ولهذا إذا عزل الإنسان عن هذا النظام الرباني وقع في الحرج ولا شك، أوبق نفسه ولا شك، لكن إذا اعتدل على النظام الرباني في شؤونه يكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. الله تبارك وتعالى وضع هذا النظام الباهر العظيم لحياة الإنسان. كيف تقضي شهواتك؟ كيف تقضي حاجتك؟ كيف تأكل وكيف تشرب؟ كيف تحكي تنكح وكيف تعيش؟ كيف تدبر أمورك وشؤونك؟ كيف توزع وقتك وتستفيد من الفرصة؟ نظام متكامل. ولنأخذ مثالا واحدا على ذلك، وبالمثال يتضح المقال. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نصف آية. قال بعض أئمة السلف رضوان الله عليهم جميعا: جمع الله تبارك وتعالى الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا هو أصول الطب كله، من التزم في أكله وشربه على هذا المنهج العظيم وتقيد به نجا من كثير من الأمراض التي تؤدي إلى هلاك الإنسان. كلوا واشربوا. ترك الأكل والشرب يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الأمراض، والإسراف فيه ومجاوزة الحد في الأكل والشرب أيضا يؤدي إلى الهلاك ويؤدي إلى الأمراض الخطيرة ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
فجمع الله تبارك وتعالى الطب كله في هذا النصف من الآية، كلوا واشربوا ضرورة، ولا تسرفوا، لا تجاوزوا الحد. ما معنى ذلك؟ اعتدل، اقتصد في أكلك وشربك. نعم، كل ما تحتاج واشرب ما تحتاج، وإياك والإسراف ومجاوزة الحد. هذا إرشاد رباني، توجيه رباني، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أكثر من ذلك ويضع ميزانا عادلا لقضاء حاجة الأكل والشرب. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم عن المقداد ابن معدي كريم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لاحظ هذا القانون، لاحظ هذا النبراس، هذا النظام العظيم. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، في هذا دليل واضح على أن ملء البطن شر ويؤدي إلى الشر وإلى المفسدة وإلى المضرة. فإذا لم يعتدل الإنسان في أكله وشربه وفيما يدخل في بطنه، وأسرف وتجاوز وتمتع كيف شاء، نعم يؤدي إلى الشر. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم يكفيك، يكفيك أكلات لقمات يقمن بها صلبه، مجرد أكلات يذهبن الجوع ويستغني بهن من الجوع، هذا الذي يكفي. وهذا هو الاعتدال والاقتصاد في الأكل والشرب. إذا كان لابد، إذا كان لا محالة أن يأكل أكثر فأكثر، فليلتزم وليتقيد بهذا القانون النبوي صلوات ربي وسلامه عليه: فثلث لطعامه، ثلث بطنك، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، ثلث يكون خالي حتى تتنفس منه. نعم، يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، جمع أصول الطب كلها. الطب أفضله الوقاية، أن تتوقع من الأمراض قبل حصولها، وهذه سنة أن يحترز الإنسان من الأسباب التي تؤدي إلى الأمراض. وإذا حدث المرض وحل بالإنسان جاز له أن يتداوى ويعالج نفسه، والله تبارك وتعالى: ما نزل داء إلا وقد أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل العلاج وأفضل الطب الوقاية، التوقي عن الأمراض. ولا يمكن أن تتوقى من الأمراض
إلا باتباع هذا النظام النبوي في أكلك وشربك، في أكلك وشربك. نقل عن طبيب العرب الحارث بن كلدة أنه قال: إنما قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام، قبل أن ينهضم الطعام الأول وقبل أن يذهب ويضمحل تدخل عليه طعاما آخر. هذا هو الذي أدى إلى هلاك الإنسان وهلاك السباع، هلاك الأحياء، مش الإنسان فقط، حتى الحيوانات، حتى السباع. إدخال الطعام على الطعام يؤدي إلى الأمراض، يؤدي إلى الأمراض. وهذه الحقيقة التي نحن نعيش فيها اليوم. أصعب الأمراض وأكثرها انتشارا اليوم سببها من الإكثار من الطعام والشراب. البدانة التي أعجزت العالم اليوم وأصبحت المرض الذي أصاب قدرا كبيرا من بني البشر وأدى بدوره إلى أمراض كثيرة سببه عدم الاعتدال والاقتصاد في الأكل والشرب. نعم، وهذا معروف في الطب الحديث، الإنسان يأكل ويشرب وجالس ونائم ومستريح ويكثر من الطعام والشراب، فيترتب على ذلك أمراض خطيرة، أمراض أعجزت الأطباء. ولهذا تنادي الهيئات الطبية في العالم، المؤسسات الطبية في العالم إلى الاستقلال، إلى إقلال الطعام والاعتدال والاقتصاد فيه. وقد نادى قبل الأطباء والمؤسسات الطبية الحديثة، نادى إلى ذلك ودعا إلى ذلك نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، بل نادى ودعا إلى ذلك القرآن الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال له: ألا أجيئك بجوارش؟ قال: ما هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. فقال له: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذلك أني لا أقدر على ذلك، ولكني أدركت أقواما كانوا يجوعون، كانوا يجوعون أكثر مما يشبعون. نعم، السلف رضوان الله عليه، أصحاب رسول الله ومن كان بعدهم من التابعين وأئمة الهدى، كانوا يجوعون أكثر مما يشبعون وهم يجدون الطعام والشراب توقيا واحترازا من أضراره الدينية والدنيوية. نعم أحبتي في الله، الإكثار من الطعام والشراب وإدخال الطعام على الطعام آثاره السلبية لا تقتصر على جانب الصحة، صحة البدن، وإنما أيضا تطال صحة القلب وصحة الدين و صحة القرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن إدخال الطعام على الطعام يؤدي كما قال العلماء، إدخال الطعام على الطعام يؤدي إلى مفاسد دينية،
والاقتصاد في الطعام والشراب يؤدي إلى مصالح دينية، والتي منها رقة القلب وصفائه، فإن القلب يرق والعين تدمع ويكون مستعدا لطاعة الله تبارك وتعالى كلما قل الطعام. رقة القلب وصفائه، وأيضا قوة الفهم والإدراك، لأن من كثر طعامه وشرابه أصيب بتبلد الذهن وضعف الإدراك والفهم، هذا شيء مجرب. ومنها أيضا انكسار النفس وضعف الهوى. النفس كلما استكثرت من الطعام والشراب كلما استقوت، كلما تجبرت وتكبرت وتغطرست، لكن إذا قل طعامها انكسرت وضعف هواها، وفي ذلك فائدة عظيمة. ومن هذه الفوائد التي تترتب على الاقتصاد في الطعام والشراب أحبتي في الله، تضييق مجاري الشيطان من الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى دم. فإذا قل الطعام ضاقت هذه المجاري التي يجري منها الشيطان من ابن آدم، وهذه فائدة عظيمة. ولهذا الله تبارك وتعالى شرع لنا الصيام في السنة، أوجب علينا وفرض علينا شهرا كاملا. ومن فوائد الصيام فوائد طبية تعود لصحة البدن ولصحة القلب. ومن هذه الفوائد أيضا أحبتي في الله فوائد عظيمة: انشراح الصدر، الخفة، خفة البدن، والنشاط في طاعة الله تبارك وتعالى. إذ من استكثر الطعام والشراب أدى ذلك إلى التثاقل، أدى ذلك إلى الكسل، تكاسل عن طاعة الله تبارك وتعالى، بل عن المقاصد والمراد كله، سواء كان دينيا أو دنيويا. من هنا ندرك أحبتي في الله قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. هذه قاعدة عظيمة وضعها المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ومن التزم بها وتقيد بها نجا من كثير من الأمراض التي تصاب بها بني البشر، سواء كانت أمراضا دينية أو أمراضا دنيوية، وعاش صحيح الجسم بإذن الله تبارك وتعالى وصحيح القلب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.